بعد هذه النعمة من أكبر نعم الله في الكون على البشرية كلها جميعا أن تصبح معلم أو في دائرة التعليم، ذلك إن هذا الشخص يجعل هذا خليفة الله في الأرض بغض عن مستواه، يجعله أن يبصر في الحياة. فإذا بصر في الحياة بسببك أنت فاعلم أنه عمل أتيح لك وفرصة أعطاك الله سبحانه وتعالى. فهذه الفرصة لا يعرفها، كما يقال عن الصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فلذلك أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها الكرماء، أيها خلفاء الرسل في الأرض، أنتم عملكم ليس يعني في الحياة، عملكم ليس بالأمر اليسير، ليس بالأمر اليسير. إن جهلك المجتمع أو جهلك الجاهلون أو جهلك الغافلون، ذلك لا يعني أن تحط من شأنك. فيكفيك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيك انك خليفه رسول الله في الكون بغض النظر عن كل شيء. يكفيك في المدرسه ان تحافظ على هذا خليفه الله في الارض، وان تجعله يبصر بنور الله بغض النظر تعلم وما تعلم. دائما اقول للاحبه الاخوه، المدرسه لو فيها لم يكن الا شيء، المدرسه لم يكن فيها الا شيئين يكفي. يكفيك ايها الحبيب، ايها الاخ، ان هذا الطفل. اذا كانت هذه هي الزياره الاولى لكم، لا تنسوا الاشتراك ومتابعه القناه. تحياتي لكم ابو طارق.